أن أصحاب الإمام المهدي 313 كعدة أصحاب بدر. لكن الإمام المهدي ليس خاص بالشيعة. نعم، لا أريد أن أبين أن قضية بدر لها خصوصية، وأهل بدر وأصحاب بدر حتى في الوسط السني والشيعي لهم خصوصية. نعم. لأن بدر واقعا كان امتحان حقيقي لكل المسلمين في ذلك الوقت. هذه العدة القليلة الذين لم يكن فيهم إلا فارس واحد، وهو الصحابي الجليل المقدام ابن الأسود رضوان الله، المقداد ابن الأسود رضوان الله عليه، هو الفارس الوحيد الذي كان، والبقية كلهم كانوا رجالة كما يعبر في الحال، بخلاف المشركين الذين كانوا ألفا، وكان عدد كبير فيهم من الفرسان بالإضافة إلى العدة والعتاد، واجتمعوا عند آبار بدر. وإشارة جيدة من سماحة الشيخ أنها آبار بدر كانت ثروة مائية. نعم. ومنها حصل القتال. الأمر الجميل أن المسلمين لم يبدأوا المشركين بقتال أيضا، حتى لما وصلوا هناك قافلة أبو سفيان غيرت الطريق وذهبت في طريق آخر لتصل إلى الشام، ولكن هنا يظهر إصرار المشركين على القتال. الشيخ، إذا كان السرد